خدت بالك ممكن تبقى معاك فلوس كتير قوي، تعمل مشروع واتنين وتلاتة وعشرة، تعمل قرى كبيرة، قرى سياحية ومش عارف ايه وعمارات سكنية وابراج وبعد ما تعمل كل ده بعد تعب وكد وجهد منك لمدة 30 سنة قلت استريح بقى. لما جيت تستريح كان ملك الموت قال لك تعال استريح عندنا بقى. أعرف واحد والله بنى بيته بعد عمل 20 سنة في دول الخليج، ويوم ما المقاول سلمه مفتاح العمارة بتاعته وهو حاطط المفتاح في الكالون بيفتح، سقط ميتا قبل أن يدخل هذه العمارة، وبدلا من أن يسكن هذا البناء الشامخ سكن قبره في هذه الليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف الرحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، دي رحلة المؤمن بقى، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. إيه مواصفاتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده المؤمن بقى، العبد المؤمن، بيض الوجوه، الله، كأن وجوههم الشمس، الله أكبر، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط يعني عطر من عطر الجنة، من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. مد البصر يعني تخيل حضرتك وانت نايم كده عينيك ممكن، وانت بس يعني متكئ شوية كده، تخيل عينيك ممكن تجيب كام كيلو لو في ارض فاضية، 5-6 كيلو، كل المسافة دي كلها مليانة ملائكة. يا هو قبض العبد المؤمن مهم اول الدرجة دي؟ طبعا طبعا طبعا، ده حدث يعني، ده نقطة تحول في حياته كلها، من دار الغرور الى دار النعيم والسرور. فلابد من احتفال ملائكي سماوي عظيم، وعلى رأس هؤلاء الملائكة ملك الموت عليه السلام. طبعا بعض الناس فاكرين ان ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا اسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وانما ورد في بعض الاسرائيليات. ملك الموت ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت، هو كده ملك الموت، واخد بالك؟ سبحان الله. حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. الله أكبر. هو إيه اللي يحصل بقى في اللحظة ديت؟ دي لحظة حاسمة. أنا نايم في بداية السكرات، فجأة جوني ملائكة أنا بس اللي شايفهم، محدش شايف الملائكة دولت غيري. الله، طب ما أبويا جنبي وإخواتي جنبي، أصحابي وأهلي وناسي والناس اللي بتحبني وجيراني، محدش يشوف، فبصرك أنت فقط، فبصرك اليوم حديد، أنت بس اللي شايف ومحدش شايف غيرك، شايف الملائكة نازلة. ولذلك تلاقي المؤمن ما شاء الله، أنا شفتها في موتة أم الله يرحمها رحمة واسعة، في لحظة طلوع الروح أنا شايفها بصرها في السماء، والبسمة على محياها كأنها بنت 20 سنة، ما شاء الله، من الفرحة والبسمة الجميلة التي ارتسمت على وجهها. فأنت وانت جنب الميت. ولذلك احنا قلنا ذكرنا من ضمن علامات حسن الخاتمة موت المؤمن ايه؟ برشح الجبين. ليه؟ من شدة الفرح جسمه هيعرق والدم هيجري في جسمه ويفور من شدة الفرح، نفسه يموت عشان يلقى ربنا سبحانه وتعالى، فعرق جبينه ويطلع بقى عليه رشح كده ان شاء الله. يبقى دي من علامات حسن الخاتمة. اما المنافق والكافر ربنا يعافينا ويعافيك، لما يجيله ملك الموت او لحظة الموت ايه اللي يحصل؟ من شدة هول المنظر، ملائكة سود الوجوه، منظر مرعب، الدم هيتجمد في عروقه فلا تجد قطرة عرق. خدت بالك من المنظر؟ الملائكة بتيجي، الملائكة دي ايه لازمتها؟ ايه وظيفتها؟ بتعمل ايه؟ الملائكة دي وظيفتها يا حبايبي انها تجهز الروح لملك الموت لحد ما توصلها له للحلقوم. يجي ملك الموت ويقوم جالس عند رأس الايه؟ هذا الرجل الذي يموت الآن أو الذي يحتضر الآن، ما يجلس عند رجليه بقى ولا لا، بيجلس عند رأسه ويبتدي بقى ينادي. هينادي يقول ايه بقى؟ حس معايا اللحظة دي كده، تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت، غمض عينيك كده وحس أنا دلوقتي على فراش الموت، الملائكة اللي نازلها لي ديت، يا ترى هتبقى ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ ملك الموت هيبقى عند رأسي، هينادي عليا بأي نداء. طب يا ترى أنا يصرني إن ملك الموت يجيني دلوقتي؟ خد بالك الموت ليس له موعد،
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله الذي لا إله غيره لو دفعت كل ما تملك بل وكل ما يملك الناس جميعا على أن تؤخر في أجلك دقيقة واحدة ما استطعت، لأن الذي قدر هذا هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. في اللحظة دي تخيل كده، انت قاعد وماسك في ايدك سيجارة، فدخل ملك الموت عليك وقبض روحك والسيجارة في ايدك، ماسك الريموت بتاع الدش ومحرك الريموت على قناة إباحية، دخل عليك ملك الموت وانت عامل كده زي ما ذكرنا في سورة الخاتمة يا جماعة، لو فاكرين ان البنت اللي ماتت وهي ايديها على الريموت بتاع الدش ودخل عليه اهلها اللي هو ميتة وهي مشغالة قناة إباحية على القمر الاوروبي، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. واحد تاني مات وهو بيشرب دخان، واحد تالت مات وهو بيشيش،